حنا دابا في مركز التحويل ديال عين حروده اللي هو مركز مزود بالكهرباء ذات الجهد العالي 225 ألف فولت، وكيمكننا من 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 تحويل هذا الجهد العالي الى الجهد المتوسط 20 ألف فولت، اللي عن طريقه كنزودوا الزبناء ديالنا اللي كاينين في مدينه عين حروده وبعض الجهات في المحمديه. هذا المركز التحويل ديال عين حروده عنده علاقات في الشبكه الكهربائيه مع مراكز اخرى كمركز التحويل المحمديه ومركز التحويل ديال العيون، وبالهدف ديال الاستجابه للطلبات المتزايده ديال الزبناء ديالنا من ناحيه القوه، قررت شركه ليداك باش نديروا مشروع ديال التمديد ديال هذا المركز عن طريق الاضافه ديال محول كهربائي ثالث اللي القوه ديالو 80 امفير. يعني من بعد غادي تولي عندنا القوه المتوفره في المركز 220 امفير. دونك الاشغال تتمثل في ربط هذا المحول مع لابارتي مع الجهه ديال الاش تي بي ديال 225 ألف فولت ديال البوست عن طريق تمديد الجدبه، ومن بعد كاين الخرجات الثانويه اللي هما ب 20 ألف فولت غادي يتم الربط ديالهم مع لي غام اللي كاينين حاليا في لاصال ديال لي رام. وليطاب الثالثه هي انه غادي يتم هذا المحول غادي عن طريق الكهرباء ذات الجهد المنخفض غادي يتم لانتيغراسيون ديالو في جهاز التحكم الرقمي للمركز. هذا المشروع كلفنا واحد الميزانيه ديال 9 مليون تاع الدرهم اللي كانت مقسمه على شطرين. حاليا حنا في الشطر الثاني وفي المراحل الاخيره على بعد اسابيع قليله من نهايه الاشغال وتزويد المحول بالكهرباء انسي بروسيدي على ميزون سيرفيس. هذا المركز يعني حروده المحمديه ولا غير على حين حروده؟ هذا المركز هذا كيزود الزبناء في عين حروده وفي المحمديه وان بارتي في زناتها.